الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق وأشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تجعل قلوبنا عامرة بحبك وبالإيمان بك وبخشيتك. اللهم إنا نسألك أن تجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وشكرك. اللهم إنا نسألك أن تجعل أجسادنا وجوارحنا عامرة بعبادتك، عاملة بنفع خلقك كلهم أجمعين يا رب العالمين. أعزائي المشاهدين، نستكمل حلقة الأمس عن شعب الإيمان ونتعلم كيف نقوي إيماننا. بعض الناس بتظن أنه الإيمان مسألة تكميلية، يعني أتجمل أو أكمل شعب إيمان أو لا أكمل شعب الإيمان، أجزاء الإيمان أكملها أو لا أكملها، المهم أن أنا مسلم، المهم أن أنا اكتملت في أركان الإسلام. يعني أنا عارف أن أنا لابد أن تكتمل في أركان الإسلام اللي هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنا أنطق هذه الشهادة، أقيم الصلاة، آتي الزكاة، أصوم رمضان، أحج البيت إن استطعت. هكذا يظن بعض الناس أنه إذا أتى بهذه الأركان أصبح إنسان مكتمل ويدخل الجنة. لابد أن احنا نفهم أنه الإسلام غير الإيمان، كونك تكون مسلماً غير أن تكون مؤمنا. هديكم مثل بسيط علشان نقرب المعلومة أكتر. أركان الإسلام دي عاملة بالظبط زي أربع حوائط وسقف. دي بتمثل إيه؟ أربع حوائط وسقف دي بتمثل الإسلام اللي هو الأركان الخمسة. الأربع حوائط وسقف دول بيمثلوا أركان الإسلام الخمسة. الأربع حوائط وسقف دول، مش دول ممكن نسميهم بيت؟ ممكن نسميهم بيت، لكن هذا البيت يصلح للمعيشة؟ يصلح لاستقبال الناس؟ يصلح للدوام في الحياة؟ يعني يقدر يكفيك، مش هنقول بقى يوم ولا اتنين ولا تلاتة ولا شهر، لا، يقدر يكفيك تعيش فيه أبد الآبدين خالدا مخلدا؟ لا طبعا ما ينفعش. ده لازم على الأقل البيت ده يكون له أساس، علشان ده بيت محطوط فوق الأرض، فلازم يكون له أساس تحت الأرض يثبت هذه الأركان الخمسة ويتحمل هذا السقف. الثبات، الشيء اللي بيثبت هذا البيت واللي مدفون جوه الأرض اللي احنا بنسميه القواعد والسملات وأساس البيوت، الأساس ده اللي هو إيه؟ اللي هو أركان الإيمان الستة، اللي هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الأركان الستة دول هم اللي محدش بيشوفهم، المخفيين داخل جسد الإنسان، المخفيين داخل قلب الإنسان، لا يراهم أحد. من الممكن أن يكون الإنسان مؤمنا ولا يكون مسلما ظاهر الإسلام، يعني ممكن حد يكون على أي ملة أخرى أو على أي ديانة أخرى ولكن عنده إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وعنده إيمان كامل لكنه لا يظهر شعائر الإسلام لأنه بيخاف من المجتمع اللي حواليه، يخاف من أسرته، يخاف من كذا، فده اسمه مؤمن وليس مسلما. ما أقدرش أقول عليه مسلم، لكن أقدر أقول عليه إيه؟ إنه مؤمن. ربنا عشان كده سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال عن الأعراب: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يعني الإيمان ده محله فين؟ محله القلب. طيب الإنسان ممكن يكون مسلم وما يكونش مؤمن؟ آه ممكن يكون مسلم وما يكونش مؤمن. إزاي يكون مسلم وما يكونش مؤمن؟ وخلي بالك لما يكون مسلم وما يكونش مؤمن ما تقدرش تقول عليه كافر. ليه؟ لأنه بيظهر شعائر الإسلام، يعني تيجي تكلمه يقول لك أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنا بصلي في المسجد، وأنا بطلع أعمل حج كل سنة، وأنا بعمل عمرة كل ما ربنا ييسر لي وأقدر أطلع أعمل عمرة، وأنا بصوم رمضان، مين يقول عليا أن أنا كافر؟ محدش يقدر يقول عليك أنك أنت كافر، لكن نقدر نقول أن ده إيه؟ مسلم.
هذا المسلم من الممكن أن يكون بيطعن في الدين، من الممكن أن يكون بيشكك الناس في أمور دينها، من الممكن أن هو يكون بيأتي كثير جدا من المعاصي والذنوب والآثام، من الممكن أن يكون بيأتي شرور ومفاسد في المجتمع وفي الأرض، من الممكن ومن الممكن ممكن أشياء كثيرة جدا من الممكن أن يفعلها، لكن هو مسلم ظاهر الإسلام، يقتل، يزني، يسرق، يفعل كل شيء من الموبقات ومن الآثام ومن الذنوب، ويشرب الخمر ويفعل الفواحش ويكذب وكل هذه الأشياء يفعلها، لكنه في النهاية هو بيقيم شعائر الإسلام. ده بنقول عليه إيه؟ نقول عليه مسلم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الصنف ده من الناس ربنا سبحانه وتعالى برضو ذكرهم في القرآن الكريم وقال عنهم ان هم ويقولون أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقال عنهم ان هو وما أولئك بالمؤمنين، لأنهم يتولوا من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين، دول مش مؤمنين لكن هم بيقولوا احنا مسلمين، بيقولوا احنا أطعنا الله، بيقولوا احنا أطعنا الرسول، لكن هم بيفعلوا أفعال كثيرة جدا تخرجهم من زمرة الإيمان ولا تخرجهم من زمرة الإسلام. طيب أنا عايز أعرف، هل أنا لما يكون البيت اللي أنا قلت لكم عليه ده له أساس قوي اللي هو أركان الإيمان الستة، وله هيكل أركان أربع حوائط وسقف، هل هكذا بيت اكتمل يستطيع المرء أنه البيت ده يظل موجود أبد الآبدين ويعيش فيه الإنسان حياة مريحة مستمرة؟ طبعا لا، ما ينفعش. البيت ده محتاج إيه؟ البيت ده محتاج باب، ومحتاج شبابيك، ومحتاج عواميد داخلية تقويه وتثبته، ومحتاج حوائط عشان أقسمه وأفصله إلى حجرات، ومحتاج دهانات، ومحتاج تكييف، ومحتاج فرش، ومحتاج كذا، ومحتاج كذا، كل الحاجات اللي البيت ده محتاجها من الداخل ومن الخارج، سواء داخلي أو خارجي، كل ده بنسميها إحنا شعب الإيمان. يعني أنت عندك الأول الأركان الستة اللي تحت، وبعدين الأركان الخمسة اللي فوق، يبقى كده عندك 11 أو 10 لو حسبنا أن قول لا إله إلا الله وشهادة أن لا إله إلا الله الاثنين مكررة في أركان الإيمان وأركان الإسلام، يبقى عندنا أركان الإيمان وأركان الإسلام 10. يبقى فاضل لنا من شعب الإيمان اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كلمنا عنها 60 شعبة أو 64 شعبة. 64 دول يعني من 61 لغاية 69 شعبة. هذه الشعب كلها علينا أن نكملها في أنفسنا لكي نستحق أن ندخل الجنة. أنا عايزة نستثمر شهر رمضان المبارك، ونستثمر وجود المصاحف في أيدينا. إحنا كلنا الحمد لله رب العالمين بنقرأ كل يوم على الأقل جزء من القرآن. طيب وأنت تقرأ القرآن الكريم، امسك كده الآيات وانظر إلى صفات المؤمنين اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن، وهات ورقة وقلم جنبك كده، وأول ما تلقى صفة من صفات المؤمنين الطيبة الحسنة اللي لابد أن يتخلق بها المؤمن أو هي من صفاته اكتبها. هات صفة من صفات المؤمنين اللي هي نهي من النواهي اللي ربنا نهى المؤمنين عنها إن هو يأتيها، واكتبها، يعني يجب أن أفعل كذا أو لا أفعل كذا، وابدأ اكتب هذه الصفات وهذه الشعب. أنا هجيب لكم النهاردة من بدايات الصور، يعني هتلقى كده أول في صور في القرآن بدايتها كده وأولها ربنا بيكلمك عن المؤمنين، إزاي نستخلص صفات المؤمنين ونعرف الصفات اللي إحنا المفروض إن إحنا نتجمل بيها ونكتمل فيها وتصبح حتى نصبح مؤمنين مكتملي الإيمان ونستكمل شعب الإيمان بداخلنا. أنا هشوف هذه الصفات كلها من كتاب الله سبحانه وتعالى، ونبدأ نكتبها مع بعض ونبدأ ندونها سوا. أول شيء عايزة نشوفه عندنا في أول سورة من سور القرآن الكريم، وهي سورة البقرة. نفتح المصحف كده مع بعض وهنلاقي أول الآيات، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. المتقين دي صفة للمؤمنين ولا للكافرين أو للمنافقين؟ لا،
ده المتقين، دي صفة للمؤمنين. يبقى أنا هكتب كده أول حاجة، أول صفة من صفات المؤمنين إنه التقوى. الصفة دي عندي ولا مش عندي؟ أنا بتقي الله سبحانه وتعالى في أعمالي وفي أفعالي وفي أقوالي وفي كل شيء مع الناس وبيني وبين ربي وبيني وبين خلق الله وفي السر وفي العلن أم لا؟ يبقى أول حاجة صفة التقوى، أكتب كده أول حاجة من صفات المؤمنين أنهم متقين أو صفة التقوى. طيب الآية اللي بعدها على طول بتقول إيه؟ بتكمل بقى صفات المتقين دول، المؤمنين دول إيه؟ الذين يؤمنون بالغيب. تبقى دي شعبة من شعب الإيمان اللي هي اتكلمنا عنها من أركان الإيمان، يبقى عنده الإيمان بالغيب، يبقى ده شعبة من شعب الإيمان. ويقيمون الصلاة، يبقى الإنسان المؤمن لابد أن يكون مقيما للصلاة، يبقى هتكتب كده إنه إقامة الصلاة، يبقى الإيمان يبقى أول حاجة التقوى، وبعدين الإيمان بالغيب، وبعدين إقامة الصلاة. ومما رزقناهم ينفقون، الإنفاق بذل الخير وبذل المال للآخرين وبذل المال للناس وبذل المال للنفس وبذل المال للأهل وبذل المال لكل من تعولهم، وابدأ بمن تعول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أول صفة هكتب التقوى، تاني صفة هكتب الإيمان بالغيب، تالت صفة هكتب إقام الصلاة، رابع صفة هكتب الإنفاق مما رزقنا الله سبحانه وتعالى، سواء كان كثيرا أو قليلا. لابد أن تجعل لله نصيبا في مالك، لابد أن تجعل للفقراء نصيبا في مالك، لابد أن يكون لديك دائما صدقة تخرجها سواء قلت أم كثرت، لأن ربما يكون درهم أو دينار أو جنيه أو أقل من جنيه هو أفضل عند الله سبحانه وتعالى من مليون جنيه. وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا قال المسيح عليه السلام، إن ربما يكون الشيء البسيط جدا الذي تفعله عن طيب نفس وعما معك هو أفضل بكثير جدا مما يفعله إنسان لديه ملايين الملايين ومليارات المليارات ويخرج منها القليل أو يخرج منها الكثير وبدون سماحة نفس وبدون طيب نفس. طيب بقية الصفات، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. يبقى الصفة الخامسة بعد ذلك هي أن يكون هناك إيمان بالكتب، كل الكتب، الإيمان بالقرآن الكريم، الإيمان بالتوراة، الإيمان بالإنجيل، الإيمان بما أنزل على موسى وعلى عيسى وعلى سيدنا إبراهيم وعلى كل الأنبياء من قبل، نؤمن بكل هذه الكتب وهو ما يسمى بالإيمان بالكتب. احنا عايزين لما نبص كده في الآيات ننظر إلى أهمية الصفات التي يضعها الله سبحانه وتعالى. ستجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر أركان الإيمان مع أركان الإسلام، يعني إقامة الصلاة وضعها ما بين الإيمان بالغيب، إقامة الصلاة والإنفاق من الرزق يعني الصدقة أو الزكاة، الاثنين دول من أركان الإسلام، وضعهم ربنا سبحانه وتعالى بين الإيمان بالغيب وبين الإيمان بالكتب. هتلاقي قبلها الذين يؤمنون بالغيب، وبعدها بعد الصفتين دول أو بعد الركنين دول الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يعني أركان الإيمان وأركان الإسلام كلهم على درجة واحدة من الأهمية ومن القوة ومن الوجوب الالتزام بهم. الناس اللي بتتصف بهذه الصفات اللي هي بتلتزم بأركان الإيمان وبأركان الإسلام وبتحرص على إنها تكون متصفة بهذه الصفات، الناس دول ربنا سبحانه وتعالى وصفهم بإيه؟ ربنا وصفهم قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وصف أصحاب هذه الصفات الذين يتسمون بأركان الإيمان وبأركان الإسلام ويحرصون عليها ويؤدون حقها حقا بالفعل، هؤلاء ربنا قال عليهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء. طيب ربنا سبحانه وتعالى لما قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، ادلنا في سورة تانية برضو في بدايتها كده صفات المؤمنين المفلحين، قال لنا المؤمنين المفلحين دول صفاتهم ايه، وسماها بصورة باسم المؤمنين. بدايتها كده بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون،
يبقى كده الصفة اللي ذكرها لنا في سورة البقرة راح محولنا عليها في سورة المؤمنون، قال لنا شوف المؤمنين المفلحون دول بيتصفوا بإيه تاني مع هذه الصفات اللي احنا قلنا عليها أركان للإيمان وأركان للإسلام. قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قد أفلح المؤمنون. من هم هؤلاء المؤمنون؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. يبقى ليست إقامة الصلاة وفقط، ولكن الخشوع في الصلاة. يبقى الخشوع في الصلاة هو جزء من الإيمان يتساوى مع إقامة الصلاة، يعني لابد أن أنا أقيم الصلاة وأن أكون خاشعا أيضا في هذه الصلاة. يبقى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. الله، شوفوا بقى ربنا سبحانه وتعالى ادلنا الصفة اللي بعد كده اللي يتصف بيها الإنسان اللي مؤمن وعاوز يبقى من المؤمنين المفلحين، انه يحفظ لسانه عن اللغو. يعني ايه اللغو؟ تعرفين اللغو دي يعني الكلام الزايد، الكلام اللي ملوش لازمة، الكلام الفاضي. طيب ده اللي احنا شايفينه النهارده، ان الناس مش بتحفظ لسانها عن الكلام الفاضي، ولا بتحفظ كلام لسانها عن الكلام اللي ملوش لازمه او الاحاديث اللي مش هتفيد. لا، ده بيتكلموا او جزء من عملهم او عملهم هو لغو، عملهم هو فساد بالكلام، عملهم هو فساد للمجتمع، عملهم هو تشكيك في الدين، عملهم هو نوع من السب والطعن واللعن والشتم و و و وأسوأ الألفاظ نسمعها في برامج، نسمعها في مسلسلات، نسمعها في أفلام، نسمعها في الشارع، نسمعها في المجتمع، نسمعها من ناس لا نظن منهم هذا لأنهم راقيين في المكان اللي ربنا اداها لهم في الدنيا، ولكن ليسوا عن اللغو معرضين. المعرض عن اللغو ده يعني لما يسمع يبقى في مجلس كده في كلام فاضي ملوش لازمة، لا أنا أبعد عن المكان ده. لما يبقى في حديث مش هيفيد المجتمع، لا بلاش منه، ده أبعد عنه. لغو لا، ده هو شغله كده، ده هو بيعمل برنامج علشان كده، ده هو قاعد علشان يفسد على الناس دينهم، ده هو قاعد علشان يفسد على الناس حياتهم، ده هو قاعد علشان يعلم الشباب ويعلم المجتمع كله الألفاظ السيئة والأخلاق السيئة والكلام البذيء. هو دي شغلته. طيب ده تبقى صفته إيه؟ هو ده بس يبقى مش من المؤمنين المفلحين؟ أمال تبقى صفته إيه؟ ده يبقى من المنافقين، يبقى عنده شعبة من شعب النفاق. لازم الإنسان يبقى فاهم إنه لما يعمل عكس شعب الإيمان يبقى هو أصبح لديه شعب للنفاق. ليه بقى بنقول الكلام ده؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا كده، هو اللي علمنا الكلام ده. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا: آية المنافق ثلاث، آية المنافق ثلاث. أنت عايز تعرف المنافق؟ يبقى فيه ثلاث صفات، ثلاث علامات. إيه هم يا رسول الله؟ قال: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. إذا حدث كذب يعني بيكذب، إذا كلمك في حاجة يبقى كلامه تعرف إنه كلام كذب، ما تاخدش منه كلمة سليمة أو صادقة، تعرف إن كلامه كذب. وإذا وعد أخلف، يعني يوعد بالوعد وبعدين يخلف الوعد بتاعه، يوعد وهو عارف إن هو مش هيأدي الوعد بتاعه اللي هو وعد الناس بيه أو وعد الآخرين بيه، فهو بيوعد وهو عارف إنه هيخلف هذا الوعد، مش الوعد اللي الإنسان بيوعد وبعد كده تحصل له ظروف أو تحصل له كذا أو كذا فما يقدرش يفي بهذا الوعد. لا، إحنا بنتكلم عن اللي بيوعد، أو الرسول بيكلمنا عن اللي بيوعد وهو عارف كويس قوي إن هو هيخلف هذا الوعد، فهو كاذب أصلا في وعده. وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، لأنه هنيجي بعد كده هنلقى إنه من شعب الإيمان أداء الأمانة. يبقى الإنسان اللي لا يؤدي الأمانة يصبح خائن. طيب والخائن يبقى منافق. يبقى إذن يحرص الإنسان على أنه لا يكذب، على أنه يؤدي الأمانة اللي عليه، على أنه إذا وعد أن يفي بالوعد.
في حديث آخر الرسول صلى الله عليه وسلم برضو لما بيوصف لنا فيه المنافقين بيقولوا إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر، يعني إذا عاهد الناس بعهد يغدر بهذا العهد ولا يفي بهذا العهد. طيب إذا خاصم يعني إذا بقى في بينك وبينه مشكلة، فاجر في الخصومة. يعني إيه فاجر في الخصومة؟ يبدأ بقى يطلع الأسرار بتاعتك اللي كانت عنده، يبدأ يعايرك بالمساوئ اللي هو عارفها عنك، يبدأ يعايرك بالأسرار اللي هو عارفها عنك في حياتك، يبدأ يعايرك باللي انت عملته معاه أو باللي انت أخدته منه، ويبدأ يكشف المساوئ بتاعتك ويفضحك في وسط الناس وفي وسط المجتمع، يبدأ يعمل فيك شكاوي ويبعتها لكل مكان، يبدأ يسأل ويتجسس ويحاول ينشر عنك حاجات سيئة ممكن تكون قلتها ممكن تكون ما قلتهاش، ممكن تكون عملتها وممكن تكون ما عملتهاش. ده ليه؟ لأنه أصبح في خصومة ما بينك وما بينه، فهو أصبح فاجر في هذه الخصومة، يريد أن يقضي عليك بأي شكل وبأي طريق. ده بيبقى من المنافقين، لأنه فيه من صفات المنافقين، والمنافقين كما قال الله سبحانه وتعالى مع الكافرين في الدرك الأسفل من النار. جماعة احنا لازم نحذر، يعني المسألة مش مسألة إن أنا أتجمل أو أقوي إيماني بشعب الإيمان ولا لا أقويها، لا ده أنا هعمل الشعبة دي وبلاش الشعبة دي، لا ده أنا هعمل دون وبلاش ده، ده ماشي الحال، لا ده مش لا يا جماعة دي مسألة إما خلود مع الكافرين في النار، لأن المنافقين مع الكافرين في الدرك الأسفل من النار، وإما النجاة والخلود في الجنة. فإحنا بنتكلم في مسألة فصل بين الاثنين، يعني ما بنتكلمش في مستحبات ولا مباحات ولا انه ده يستحب ان انا اعمله، لا ده يباح لي ان انا، لا ده احنا بنتكلم في واجب مأمور به او واجب منهي عنه، في امر بمعروف او نهي عن منكر، وامر للوجوب وليس امر للاستحباب، وليس هو من المباحات، ولكنها اوامر من الله سبحانه وتعالى نأتمر بها نفعلها أو ننتهي عنها. لما النهاردة نخلي عنوان الحلقة قوي إيمانك، إحنا بنتكلم مش إن أنا أتصف بالصفة دي أو لا أتصف بيها، لا ده أنا أقوي الصفة دي فيا زي هي لازم تكون موجودة فيا، الصفة دي لازم تكون موجودة عندنا. طيب أنا أقويها إزاي وأكبرها إزاي وأخليني مؤمن قوي الإيمان أستحق الدرجات العلى من الجنة، أستحق الفردوس الأعلى من الجنة، كيف يكون لي ذلك؟ هو ده اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة. قبل ما نكمل في معنا تليفون، الأستاذة شادية تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أول مرة في حياتي أتفرج يعني أسمع حد وأتكلم معي، حاسة إنك أنت حاسة مش تحت إيدك. الله يخليك يا حبيبتي. أنا بعاني من مشكلة. تفضلي. أنا عليا ديون وانا بشتغل، المفروض ان الشغل ده يسد ديني. انا حاسه ما فيش بركه. وبصلي وبصوم وعارفه ربنا وحاسه ان انا منافقه زي ما انت بتقولي كده، كل عاده القدسيه دي فيا انا صدقيني، وبحاول اصل الرحم على قد ما اقدر. بس انا مش متصالحه مع نفسي. أيوة. وحاسه ان مش هقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى مش متصالح معايا، بس انا عن نفسي مش متصالحه مع نفسي مع شاديه. انت حاسه برضا يا شاديه؟ انت حاسه رضا؟ رضا ممكن تسمعيني، انت حاسه برضا في حياتك؟ يعني حاسه انك انت راضيه عن نفسك؟ حاسه انك حاسه برضا ولا عندك شعور بعدم الرضا؟ لا برضا جامد والله، والله الحمد لله. يعني راضيه في عندك نقص في حياتك؟ في عندك نقص في حياتك اكيد، في حاجات ناقصاكي في الحياه، انت شايفه ان في حاجات ناقصاكي في الحياه؟ انا كنت ماشيه بيتي والدنيا كانت كويسه ماشي، وكنت كان الناس كلها بتحلف بيا ماشي، وكنت مربيه اولادي والدنيا حلوه، فجاه رحت واخده المركب ورحت واخده بيهم نازله بيهم سبع ارض. ده بسبب الديون؟ بسبب الديون، بس انا بشتغل عشان اسد ديني. انا عارفه، انا عارفه ان الدين ده حاجه كبيره قوي، بس انا بشتغل، بس الشغل مش جايب بركه. انا شغاله مقيمه عند واحده هنا، شغاله مقيمه وسايبه الدنيا كلها عشان اسد ديني، بس مش عارفه البركه دي مش بستغفر معايا الفتحه، بقرا القران، النهارده وصلت للجزء ال 14. مش حاسه اني طالحه مع نفسي. انا من زمان قوي انا حاسه اني عايزه اكلم نفسي زي ما بكلم حضرتك كده.
جميل. معلش طولت عليك انا اسف. لا لا ابدا، معاك يا شاديه، وان شاء الله هجاوبك باذن الله، هرد عليك اللي يريح نفسك ويريح فؤادك ويدلك على طريق الخير يا رب. اتفضلي. شاديه، كلامك بيمس القلب يعني، وانت بتتكلمي كده انا حسيت جسمي اشعر. ليه؟ لانه احنا بس مش حريصين على ان احنا نستكمل ايماننا صح، ومش حريصين لانه مفيش حد يعني، انا بشوف انه الناس مفيش حد ابدا بيدور على شعب الايمان ايه، بيدور على هو مؤمن حقيقي ولا لا، وبيحاول انه يستكمل ايمانه. لا، هو كل واحد بيدور على انه يجيب البيت، يجيب العربيه، يجيب معرفش ايه، كلها حاجات في الدنيا. طيب والاخره اللي احنا المفروض هو ده بيتنا الاصلي يعني، وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، ولا الآخرة خير وأبقى. طيب كل دي الحاجات هو ده اللي هيبقى لنا، هو ده اللي فاضلنا، فهو ده اللي المفروض ان احنا نحرص عليه. طيب لو احنا حرصنا على الدار الآخرة، ربنا سبحانه وتعالى هيدلنا الدار الدنيا كلها وهتبقى في ايدينا، بس المهم ان احنا نحرص على الآخرة. المهم ان يبقى في عندنا بركة في حياتنا. البركة دي هتيجي ازاي؟ لما اتقي الله، تقوى الله اللي هي اول صفة ربنا سبحانه وتعالى جعلها في كتابه وحطها لنا في سورة البقرة في اول ايات، سورة اول آية من سورة البقرة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اذا انت مسكت كتاب الله كده وبحثت عن الهدى فيه، سوف تصبح من المتقين في النهاية. تقوى الله سبحانه وتعالى هي اللي بتحقق لك البركة في حياتك، هي اللي تحقق لك البركة في المال، هي اللي تحقق لك البركة في الأولاد، هي اللي تحقق لك البركة في الصحة، هي اللي تحقق لك البركة في الرزق، هي اللي تحقق لك البركة في الأعمال الصالحة اللي أنت بتعمليها، يعني البركة في صلاتك وفي ذكرك وفي قيامك وفي صيامك وفي ركوعك وسجودك وقراءتك للقرآن وفي صلاتك على الرسول صلى الله عليه وسلم، هي اللي تحقق لك البركة فيها دي كلها. إزاي نحقق البركة دي، أو إزاي البركة دي تبقى عندنا، هنقولها وهنفصل فيها بعد الفاصل إن شاء الله، انتظرونا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ونكمل كلامنا عن البركة، إزاي نحقق البركة في حياتنا. طبعا هو مش موضوع الحلقة، لكن هو بقية الرد على سؤال الأخت الكريمة اللي سألتنا قبل الفاصل، إنه هي مش حاسة ببركة في حياتها، وحاسة دايما إن هي أعمالها كلها ما فيش فيها بركة وعليها دين كبير، ومش عارفة تسد الدين ده إزاي، رغم إنها بتشتغل وبتحاول بقدر الإمكان إنها تسدد هذا الدين اللي عليها. إحنا معنا حد على التليفون، جمالات من اسكندرية. اتفضلي يا جمالات. أهلا وسهلا. ايوه اهلا بيكي، ازيك يا دكتوره؟ الحمد لله. اتفضلي حبيبتي، اهلا وسهلا. بصي يا دكتوره، انا ليا اهل يعني بنت اختي وولاد اخواتي يعني كلهم، ففي شويه مشاكل كده بيني وبينهم، فطبعا انا كنت عايزه احاول ان انا يعني ايه اخلي صله الرحم موجوده وكده، بس طبعا هم يعني بالنسبه لهم رافضين العمليه ديت يعني. فانا مش عارفه يعني ان انا ممكن ان انا يعني اعمل ايه، يعني ممكن ربنا يغفر لي لو انا ما تواصلتش معاهم، ولا اعمل ايه بالظبط؟ مش عارفه يعني. يعني انت بتحاولي تتصالحي معاهم، بتحاولي تصليهم، بس هم بيصدوكي دايما باستمرار. طيب ما حاولتيش انك انت تعرفي ايه الاسباب اللي هم بيصدوكي علشانها، وايه الاسباب اللي بتخليهم مش متقبلين منك الصلح؟ هم فاهمين غلط، هم في حاجات فاهمينها غلط من وجهه نظرهم هم. بس انا يعني مثلا ممكن يكون في تاتش حاصل بيني وبينهم ان انا بعمله بسلم نيه، بس هم بياخدوه بعدم سلم النيه دوت. يعني انا بحاول امسح مثلا لما يكون في مشكله عندهم ولا كده، بحاول امسح يعني على قد. هم اولاد اختك دول مش ليهم اب وام ولا مالهمش؟ لا مالهمش. يعني انت اللي متوليه امرهم؟ لا انا مش متوليه امرهم، هم يعني يعتبر سني من سنهم قريب قوي كده. لان اختي كانت كبيره وكده، فانا اصغر واحده في الاخوات يعني، فانا يعني سني قريب من سنهم قوي.
طيب يا جمالات حاضر هجاوب. بس هم تملي يعني ايه يعني شايفين ان انا مثلا بنصحهم هم مش قابلين النصيحه. فالكل يعني انا والله اقسم بالله انا كل اللي انا بعمله ان انا بنصحهم لوجه الله. بس هم مش قابلين النصيحه. مش متقبلين منك النصيحه. مش متقبلين النصيحه. ماشيين بدماغهم. فانا مش عارفه يعني بحاول ان انا مثلا اتكلم مع الاولاد الصغيرين الاطفال اللي هم اولادهم يعني وكده والاقي منهم هم الرفض يعني. يعني مش قابلين ان انا مثلا اتكلم معاهم يعني. حتى واحده منهم امبارح بالظبط كانت معزومه عند اختها واختها ساكنه في نفس الشارع معايا. فحتى ما جاتليش خايفه من اختها الصغيره. ماشي جمال. فانا طبعا نادي بقول لهم ان هي يعني ما جاتش وسلمت عليا وكده فقالوا لي خلاص يا ماما ما فيش مشاكل. هو احنا عندنا مشكله في المجتمع انه احنا ما بنقبلش النصيحه. يعني دائما لما حد بينتقدنا او بيحاول يقدم لنا نصيحه عن شيء وفيها نقد لسلوكيات او لتصرفات او حتى لاكله من الاكلات ما بنقبلش هذه النصيحه وبنرفضها. وممكن الانسان ده يبقى خلاص عدو لينا ومش متقبلين منه اي شيء تاني لانه بينصحنا. بس احنا يعني برضو دايما بقول ان الانسان لابد ان هو يتهم نفسه ويلوم نفسه. يعني ايه؟ يعني دايما اشوف نفسي ان انا مقصره وان انا احاول اغطي هذا التقصير. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في واحد من الصحابه جاله وقال له انه نفس الشيء انه له اقارب انا اودهم وهم يقطعوني وانا اصلهم وهم لا يصلوني. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال صلهم فكانما تصفهم المل. يعني انت كانك بتاكلهم تراب. يعني معناها انك انت باختصار شديد جدا ما تقطعش محاولاتك في التواصل معهم، ما تقطعش محاولاتك في انك انت تصلهم وانك انت تكون دايما فاتح بابك ليهم، دايما تسال عليهم، دايما تتودد ليهم وهكذا. وان شاء الله ربنا يجي وقت ويحسوا بقيمتك ويحسوا بقيمة الأشياء اللي انت بتعملها معهم وقيمة النصيحة. الإنسان ممكن في وقت من الأوقات ما يقبلش نصيحة من حد ويفضل كده فترة طويلة ويبقى مش قابل وشايف ان الإنسان ده عدو ليه وشايف ان الإنسان ده سيء. لكن لما يقابل مشاكل كتيرة في حياته ويلاقي انه النصائح اللي كان بينصحها له الشخص دوت هي فعلا حل المشاكل دي، ده هو فعلا كان بينصحه انه يتصرف التصرف السليم، ده هو فعلا لو كان عمل كده ما كانش قابل في حياته المشاكل دي بعد كده. فبيبدا يقدر هذا الشخص وبيبدا يتواصل معاه ويعترف ان هو كان مخطئ في حقه. فانا مش عايزاكي تيأسي ولا تملي ابدا، بس اتهمي نفسك بانك انت ممكن يكون اسلوبك جاف شويه معاهم، فحسني اسلوبك. لان ربنا قال للرسول صلى الله عليه وسلم وهو ارحم الخلق قال له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هو عارف ان هو رحيم وعارف انه بيتحدث باحسن ما اوتي، لكن هو برضه بيقول له افهم واعرف انه لو كنت فظ ولو كنت غليظ القلب، وده تعليم لينا احنا، لو كنا فظين او غليظ القلب او طريقتنا جافه ومعاملتنا سيئه ان الناس هتنفض من حولنا حتى لو احنا بنقدم لهم كتاب الله وكلام الله سبحانه وتعالى. هنكمل مع اختنا السابقه والبركه اللي هي مش حاسه بيها واللي كتير جدا من الناس بيقولوا ان هم مش حاسين بيها. ربنا سبحانه وتعالى أعطلنا الحل في كتابه الكريم، قال لنا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يعني لو إحنا عندنا تقوى لله سبحانه وتعالى هتلقى الخير والبركة تنزل لك من السماء وتطلع لك من الأرض. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى إذن تقوى الله سبحانه وتعالى هي المفتاح لهذه البركة، هي مفتاح البركة. تقوى الله سبحانه وتعالى تتم ازاي؟ ازاي اتقي ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني اراقب ربنا في كل اعمالي، اراقب ربنا في كل اقوالي، اراقب ربنا في كل شيء، في عبادتي وفي معاملاتي مع الناس، اراقب ربنا في السر وفي العلن. يعني انت بتشتغلي، شوف الشغل اللي انت بتأديه ده ايه افضل ما يمكن ان تؤديه في هذا العمل، ولو كان الأجر أقل من المجهود اللي انت هتبذليه، لكن ابذلي أقصى ما تستطيعين من جهد في عملك. بتبذلي أقصى ما تستطيعين من جهد في عملك ليه؟ مع أن الناس
اللي بتشتغلي عندهم مش هتديكي الأجر الكافي، مع إن الوظيفة اللي أنت متوظفة فيها مرتبها بسيط وقليل. لا، أنت بتعملي كده تقوى لله عز وجل. أنا عارفة إن أنا ممكن أأدي أحسن معاملي في هذا ما عندي في هذا العمل، وممكن أعمل كذا وكذا 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 وأقدم الشيء ده بأحسن ما يكون. يبقى أقدمه بأحسن ما يكون. أقدمه بأحسن ما يكون ليه؟ مش عشان أصحاب الشغل، ولا علشان الفلوس اللي هم بيدوها لي، ولا علشان اللي هيعاقبني، لا، علشان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لي، يبارك لي في رزقي، يبارك لي في صحتي، يبارك لي في مالي، يبارك لي في أولادي، يبارك لي في عملي، يبارك لي في كل شيء في حياتي بعد كده. بكروا دايما بالعمل، يعني لما يكون في عندك حاجة مطلوبة منك احرص على البكور فيها، انك انت تعملها وتنجزها بسرعة. البركة في البكور، يعني البكور ده ايه؟ لأنه انك انت مش بس انك انت تصحى بدري من النوم، لا، ده انك انت كمان تبكر بأداء العمل وإنجاز المهمة الموكولة إليك. في حاجة مطلوبة منك على طول انجزها واعملها وقدمها، مش علشان مديرك في الشغل يقول عليك انك انت اللي قدمت قبل زمايلك، ولا انك انت احسن من فلان، ولا انك انت احسن من علان، لا، علشان ربنا سبحانه وتعالى يعلم منك انك انت بكرت في اداء العمل علشان تحصل على البركة، فيعطيك البركة في حياتك وفي رزقك، ويفتح ليك ابواب الرزق الكثيرة، ويبارك ليك في الرزق القليل. ممكن يبقى رزقك قليل وما جلكش أرزاق كتير، لكن الرزق القليل ده ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيه ويخليه يقضي ويكفي حاجات كتيرة جدا. ممكن يكفيك شر ومساوئ أشياء كتيرة جدا أنت ما تعرفهاش كان ممكن تحصل لك، وربنا سبحانه وتعالى بالبركة يبعد هذه الأشياء السيئة عنك. الصدق في المعاملة والصدق في الكلام ده برضو من الحاجات اللي هي فيها تقوى لله سبحانه وتعالى، وبتؤدي أو بيؤدي هذا الصدق إلى البركة في الأقوال بتاعتنا. التوكل على الله سبحانه وتعالى، إنك لما تعمل أي شيء تبقى متوكل على الله عز وجل ولا تتوكل على البشر، يعني ما تعملش ومنتظر إنه فلان ده هو هيرد لك أو فلان ده هو اللي هيقضي لك المصلحة بتاعتك. لا، اسعى في قضاء مصالحك، اسعى في أبواب رزقك، اسعى في الاجتهاد في العبادة، وتوكل على الله سبحانه وتعالى، هو اللي هيسر لك أمورك، وهو اللي هيقضي لك مصلحتك، وهو اللي هيتقبل منك. هنرجع تاني لصفات المؤمنين المفلحين اللي احنا عايزين نتعلمها، ونجيب ورقة وقلم كده قلنا مع بعض ونكتب هذه الصفات، لأنه بعد ما نكتب هذه الصفات مش هنكتب بس احنا نتصف بالصفة دي ولا لا نتصف بها، لا، لأن قلنا مسألة إيمان أو نفاق، مسألة في الدرك الأسفل من النار أو مسألة إن إحنا ندخل الجنة، لا، إحنا بنكتب الصفات دي علشان هي لازم تكون موجودة فينا، وإن إحنا إزاي نرتقي بهذه الصفات ونبقى فيها في أعلى الدرجات. ربنا سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يبقى بس مش إقامة الصلاة، ده الخشوع في الصلاة، والذين هم عن اللغو معرضون، يبقى الناس اللي بتتخذ من اللغو مهنة وسلعة ووسيلة للتكسب عليها أن تبتعد عن ذلك وتسرع بالابتعاد، لأن لو ماتت على هذا العمل سوف تحشر مع المنافقين، والمنافقين مع الكافرين في الدرك الأسفل من النار. والذين هم للزكاة فاعلون، ناس كتير النهاردة مش حريصة على أنها تطلع الزكاة، ناس كتير النهاردة بتدور وتتحايل إزاي تهرب من زكاة المال بتاعتها وما تطلعهاش. لا، المؤمن حريص على أنه يحسب زكاة ماله، على أنه يخرج زكاة ماله في ميعادها، على أنه يخرج زكاة التجارة بتاعته في ميعادها، على أنه يخرج زكاة الثمار بتاعته في ميعادها، على أنه يخرج زكاته أيا كانت، الحيوانات، العقارات، أي لون من ألوان التجارة، أي لون من ألوان المال عندك، وعندك خير ورزق ربنا سبحانه وتعالى أعطاه ليك، لابد أنك تعرف أنه في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. تخرج على طول زكاة مالك في ميعادها، وما تقعدش ماسك فيها طول السنة وتقول لا ده أنا سنة هصرفها على الفقراء طول السنة، لا ده أنا هصرفها مش عارفة إيه، لا ده حاول أنك أنت تخرجها علشان تتبرع، وحتى لو ركنتها عندك شوية يبقى لابد أنك تجنبها بعيدا عن المال بتاعك، وتخلي أولادك عارفين وأهلك عارفين دي زكاة مالك، وإنهم محدش فيهم
يمد ايده عليها، لانها مش حقك ولا حق اولادك، ده حق الفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والمؤلفة قلوبهم والسائلين وكل هؤلاء لهم حق، او ابن السبيل، كل هؤلاء لهم حق في هذا المال لابد انك تعطيه له. والذين هم لفروجهم حافظون، الله اكبر، يعني حفظ الفرج، البعد عن الزنا، ليس مجرد الزنا ولكن كل ما يؤدي إلى الزنا علينا أن نحفظ فروجنا عنه. وحفظ الفرج أيضا اللي احنا بنشوفه النهاردة اللي لا يحفظه من التعري، يعني الناس أو البنات والشباب والرجال اللي بيلبسوا الملابس الضيقة الشديدة جدا التي تكشف العورة أو التي تصف العورة والواحد بيبقى شايفهم، ده آدم وحواء خرجوا من الجنة أو كان توقيت خروجهم من الجنة بسبب كشفهم لهذه العورة، سقطت عنهم أو أسقط عنهم الشيطان أو أراهم الشيطان ما وري عنهما من سوآتهما. فده سبب كبير جدا من الأسباب اللي الشيطان بيتسلط بيها على الإنسان، وهي من الأسباب أو من الصفات الخاصة بالمنافقين. أنت ما تعرفش كده، أديك عرفت إن دي من صفات المنافقين، يبقى عليك إنك تحفظ هذه العورة، تحفظ الفرج. تحفظ الفرج ده يبقى إنك تحفظه عن الناس، إنه ما يبقاش مكشوف بهذا الشكل للناس، إنك تغطي المنطقة دي من جسدك، تخليها مستورة. طيب تحفظها بالستر عن الأعين، وتحفظها بالستر عن المعصية وبكل ما يؤدي بها إلى المعاصي، سواء من نظر العين، سواء كان من الأفعال المحرمة، سواء كان من إتيان المواقع المسيئة، سواء كان من استماع إلى الأصوات أو إلى الكلام أو إلى الأغاني أو إلى الأشياء التي تثير الشهوات والغرائز ولا تجعل الناس تحافظ على عوراتها ولا تحافظ على فروجها. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، شوف ربنا سبحانه وتعالى ورحمته بالناس، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني المتجاوزون لحد الظلم ولحد الاعتدال، خلاص هو كده أصبح ظالم لنفسه، يعني جعل نفسه مستحق للعقاب وللعذاب. الذين هم لا يحافظون على فروجهم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يبقى فاكرين الحديث في أول الحلقة لما قلنا صفات المنافق أو آية المنافق، إنه إذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان. هنا ربنا سبحانه وتعالى يبقى تفهم إنه الأمانة من شعب الإيمان والخيانة من شعب النفاق، والوفاء بالعهد أو بالوعد هو من شعب الإيمان، والغدر أو عدم الوفاء بالوعد هو من شعب النفاق. فمن والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ثم ربنا سبحانه وتعالى يختم الآيات، هذه المجموعة 13 آيات أو 11 آية في صفات المؤمنين، والذين هم على صلواتهم يحافظون. يبقى في أول آيات خلاها خشوع في الصلاة، وفي نهاية الآيات والذي الحفاظ على الصلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحافظين على الصلوات، ومن الخاشعين في صلواتنا، ومن الذين يتقبل منهم أعمالهم، ومن المتصفين بصفات المؤمنين المكتملة فينا. واللهم قوي إيماننا يا رب العالمين. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيننا ويعينكم على الصيام والقيام وقراءة القرآن في شهر رمضان يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.